السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا 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 جدا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اظن وحشوكم الناس دي. وكل سنة طيبين. طيبين يا جماعة. كل سنة طيبين. وحشوكم، عارفة. يلا بقى هنعمل ايه؟ ظروف الحياة. رجعنا. المعيشة. ظروف المعيشة. اعتبروها البداية. وراجعين باب ايه؟ تحدي القوة. يا ولاد انا بصور والله ما ينفع كده. يا ولاد يا ولاد. احنا انا بقول لهم يا ولاد. ولا بغني لهم. انتوا مش حاسين بالرقة اللي احنا فيها دي. قفلوا الباب. بصوا يا جماعه، النهارده جايين بقى بتحدي الفسيخ. تيجوا ناخد الصوره كده. الصوره مصغره. ايوه. وايه كمان؟ احنا خدنا الصوره المصغره ورنجة، عشان اخويا ممكن ما يجيليش نفس الفسيخ، فقلنا نحط له حته رنجة. ساعات كده بس الحاله بتجيلي ساعات. فنبدا بقى، احنا جعانين قوي. كل واحد كل واحد منفرد بنفسه. ايوه تمام. وعامله لهم غيط بصل وخيار وبتاع وبتاع. عصر ليمون بقى. ادونا الليمون. ريحته تجنن. التحدي على الاربعه وعلى الفسيخه. ايوه. لو بقى وائل هياكل رنجه وفسيخ، هنسامحه شويه في حته من هنا حته من هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي بتحلم، انا ما تعرفش اللي انا هاكل ده واكل ده. هنشوف. لسه ما اكلتش. ايوه بقى، هو ده اللي رجع الدنيا. هو ده الحرش. حاجه تحفايه. تقولي حبه بصل كده هنا. من النهارده يا جماعه تاني يوم العيد. انتوا طيبين يا جماعه. بس في ناس بتاكل الفسيخ اول يوم. احنا بناكله تاني يوم عشان نتجمع سوا، وعشان المعده لسه بتبقى متعوره. ليه بنقول على المعدة متعورة؟ لسه مجروحة من الصيام. لسه متعودين على الصيام. مش هنطلع أول يوم صيام وناكل فسيخ. بس هو أساسي كل الشعب المصري بيفطر في الصيف. نفس كده بتاكل فسيخ. أيوه أنا فاهم. أنا هرجع عليكم. لا يا بيوتك. لا حلوة. أنت اللي حلوة يا أخويا. بس الفسيخ بيطلع إزاي؟ والنعمة. بحب الحدة ده. بيتباع من 250 و300 جنيه. ما السمك بقى بكام؟ ب 180 و احب الحدة ده قوي. دوتها بتاعتك؟ ما انا لما اللحة بدري قلت عشان مش عايزة ادلع. السمك غالي قوي يا جماعة. قوي قوي. معنى السمك في البحر. احنا بنقول مين المغلية؟ الصياد ولا التاجر؟ التاجر ولا الصياد؟ سواء ده وده معذور. في الغلا اللي احنا فيه. الحياة حواليه غالية. لا بس السمك قبل العيد كان أسعاره مهولة قوي قوي. كيلو الشبار الأخضر قد كده ب 200 جنيه. حاجة صعبة يا شيخة. لا بس هينزل. هو غالي عشان الفسيخ ورمضان. عشان رمضان. حبيبتي لو بتتفرج عليا، اللي شافتني في سوق علي وانا كمان كان نفسي اشوفك يا قلبي. دوقتي دي؟ طب دوقي دي؟ دوقي؟ بس احنا بنحب ندوق يا جماعه. في سنين بتطلع. بياخدوا فكره عن كل حاجه. صح كده؟ ودي واحد؟ هي هي. مش بتطلع ده دي حته عيش من بتاعتي تدوقيها؟ حلقه واحد. سوري عبقله ده. احنا في تحدي. الجزء بتاعي كويس؟ كل واحد نتملح في حله واحده. في حله؟ علبه واحده. علبه واحده. فاكر صح؟ طبعا طبعا. لا
النهاردة بالذات ما فيش عقاب. لا فيه. ده لما صدقت لقيكم. لا ما فيش عقاب. ده حبايبي. اما شوف على حسب في اخر التحدي. اكلة. كوباية شاي تقيلة بقى. وحتة كيكة. الاكلة ليه؟ باش تاكلي حاجة بعدين. شاي. عندك كيكة بالبرتقان. انت عاملها بالبرتقان. لقيت البرتقان البلدي بقى مالي الدنيا كده. بصلاية. احسن. سقف مناخيري. مش سقف مناخيري. بس مسكر. بس يعني. احسن احسن. الفسيخ عجبني اول ليله. انت جايه فين؟ جايه في لعبتي. ده ملعبي. شوفوا الفسيخ ده ايه؟ كان نفسي علي يبقى موجود واتنين قصاد اتنين. يلا. لا لو علي موجود هتعملي ايه يعني؟ هكسبكم انتوا عارفين. مش احنا اللي عارفين هم اللي عارفين. او كنا دخلنا معاك حنان بس يوسف. كانت حنان هتصور معانا بس يوسف لا. كويس انا ما دخلتش معاها. يوسف ده مرازي. كنت هتكسبوني. عشان هتبقى لوحدي. عشان انت عرفتش قوي. ده حلو قوي كده اللي انا استفردت بيها. هتشوفها. محدش يقول لي سمك ني. سمك مستوى وراها. بس مستوي في الملح. جربوه. هيعجبكم والله. بصي. عامة فسيخ او غير فسيخ الناس ما بتتفقش على اكله. ايوه. في بلاد عندهم اكلات احنا بنستغربها جدا. فالموضوع مش فسيخ. موضوع عادات وتقاليد. ده من ايام المصريين القدماء. اللي هم الفراعنه. عارفه حكايته؟ انت عارفه حكايته؟ تبقى شايفه. الزمبلك منين عشان اوقفه؟ انت عارف طريقه؟ احكي يلا. صلى على النبي يا جماعه. هقول لكم. عليه الصلاه والسلام. كان السمك زمان مفيش ثلاجات ومفيش حاجه فكانوا بيصطادوا السمك ويعملوه على طول. فبعدين واحده جاي لها واحد ناسيه ايه صله القرابه. فبعدين احتارت عين السمكه فين؟ هي عايزه تخبيها. ايوه. راحت حطاها في شويه ملح. على اساس هي مخبياها. ففات وقت ونسيتها فطلعتها وفتحوها لقوها طعمها جميل فجي من هنا طحنيت الفسيخ واكل الفسيخ. بقول لك نستفيد يا معلم. ماشي يا باشا. احكي حكايه ثانيه. الحكايه اللي انا اعرفها غير اللي انت قلتها. ايه هي بقى؟ كان في واحد فرعوني قد كده فتح محل بتاع سمك. محل؟ يعني هو كان في واحد فرعوني ماشي. فرعوني يمشي عادي. لا يعني. يعني هو بيشتغلني. وإنما أنا صدقته. ما فتح محل. ممكن أنا لسه أخدت بالي من حاجات. لا قد كده. فرعوني بذلك مطوار. أنا قلت فرعوني كذب. قلت فرعوني كذب. عادي بتحصل. يا جماعة اسكتوا بقى عشان ده فيديو التهييس. كمل الحكاية. خلاص بقى. لا لا كمل ممكن تعجبنا. بيعجبني فيك اللي انت لازم تقطعيها وخلاص. خدتي بالك اسكتي. لا والله العظيم خدت بالي لسه هنطق. هقول لك ازاي في محل بس انا ما خدتش بالي اللي فاتتني فرعوني كذب. دي اللي فاتتني.
شطار يا جماعة والله بنحبكم قوي. طب سمعتكم ولا حشنكم النص دي؟ والله ما والله يا جماعة بس الظروف بره يا جماعة. أصحاب القلوب الضعيفة ما يخشوش هيجوعوا. ولا لو شميتوا ريحة قفاف. انا بحب ريحته والله. عايزة اقول لكم الشوارع كلها ريحتها السيخ قبل العيد بيوم. كنت لسه هقول لك وكانوا نصبين ده في ناس شطبوا يوم الوقفة خلصوا باعوا راحت لهم شم النسيم. فاش بالدلغ هناك لا والله حاسه اهو والله ابدا. ده انا عندي ضمير انت ده انا بيقولوا لي ما فيكيش الا ضمير. لا نقول لها الضمير راح الضمير جه. أم ضمير راحت أم ضمير جت. الله فاكة؟ لا أولا أنت ممكن تشبعي ده ده ما بشبعش منه أنت عارفة. شو جماعة اللقمة دي؟ شو تسحبني ده؟ أفكركو؟ بعد ما انتوا بتقفلوا الفيديو بتعملوا ايه؟ فاكرة؟ كنا في بيتنا؟ بنكمل فاكرة؟ أبا يا جماعة مين هياخد اللقمة دي من ايد شوشو؟ مين هياخد اللقمة دي من ايد شوشو؟ لا دي بتاعت شوشو. احنا شايفين الكلمة يا جماعة زورونا معلش. لا والله في تركيز داخلين على أعصابنا كله خايف من الهزيمة يا جماعة. مش اول ما نظهر بقى نظهر بقى بهزيمة. طب مين اللي هيخسر؟ انا لا متوقع منك يعني اتنين ولا واحد؟ صح يعني كبقى مين؟ ده واحد اول واحد بنسحب. طب ممكن واحد هو اللي يخسر. ايوه يعني مش شرط ينسحب يعني يتعب. البصل مش كتير ولا حاجه. عشان قلت البصل كتير قلت البصل في السكر. ما انا لازم كان يفوتنا واحنا بنصور. طب لو احنا بنلعب ماتش جامد دلوقتي يا جماعه بس خلاها جيده. احلى اكله مشتاق لها يا جماعه. رمضان هد حيلنا مش من الصيام فوش حاجة حرشة. ده الحرش عايزة الحقكم باخد يوم الجمعة. جماعة شفتوا جعفر العمدة؟ متهيألي احنا ما كناش متابعين المسلسلات خالص في رمضان. اخر يومين فرنا على المسلسلات. انا متهيألي مفيش حد في جمهورية مصر العربية ولا الدول العربية ما شوفهاش الا انا. الناس كلها بتحكي عليها. احنا مش الناس حكت عليها كتير؟ اخر حلقتين جت حلقات فرنا عليهم. ما تبعناش خالص حاجة في رمضان. واحنا كانش في وقت. قولوا لنا بقى انتوا القصة عجبتكم؟ ده وقال ما بحبش تمثيليات اتفرج. كله بيقول لك جميله قوي. انا هتفرج عليها حتى لو على النت. ما عايز بقى اتفرج على الاول عشان افهمها بقى بس ما خلاص اتفهمت. مش عايز اشوف الاخر كانت عامله ازاي. ما اتضحك اتفرجت على اول حلقه واخر حلقه.
قفلت معاكم على اول حلقه. ابننا ده ابننا ده تعالى يا بقى ابننا في ابننا في ابننا الحمد لله. سيبنا الجن مش هو كان اتخطف؟ ما فهمتش نص التلفزيون. تسالنيش عن شغل الحلقه الاخيره. رجعوا عضمايا حتى لنا عضمه في الفسيخ ولاني فريد شوقي مشي. اما بقى حرق الجن وكده ما علينا خلينا في اكلنا. نحكي خلينا في اكلنا. في ناس اصحاب القلوب الضعيفه. الناس اللي ما شافتش المسلسلات تعرف ال انت انت البخونية بخبثة ظلماني. سيبي حتة في بطنك للكيكة ام برتقان. لا يا عمي ده احلى من البرتقان والكيكة. والكيكة تعوض ازيك ما تعوضت يا ستي. خلوش اخلى رمضان بسبب التعب ما عرفتش. احنا كنا قبل رمضان على طول باين صح ماما؟ كان نفسي فين؟ احنا؟ جبناه من الشريط. اه بس ما كانش حلو. كان نفسي فيه خالص. اما بتاع المراره اتقلبت قال لي لا بنقص. بس اقول لك حاجه والله يا جماعه مش عشان انا ملحاه والله والله ما فيش زي تمليح البيت. حاجه نظيفه حاجه بنت ناس محترمه متربيه. عايزه ميه تسقط وانا تنزي نايمه قفل الباب. عايزه ايه ميه؟ انا وابوها معهمش تليفون. يا خلاص بقى حد يجيب لنا ميه يا رجاله. ايه يا تنزي؟ الله عليك. اه هي تنزي مش معاهم في الاوضه الثانيه؟ لا تنزي مع نفسها. اه تنزي تقعد مع حد. انت بتهزري. بصي يا تنزي ماشي الحفله عندك. وقتي بقى اول مره وحدك. انا اشرب في الالمونيا وخلاص. الليلة عندك؟ انا قلت عيبت. انا قلت شباب انسحب. اشرب لو عايز تنهي لك تاني. تنزل من الالمونيا دي تنينه. ايه وعملتها جوا صح؟ عمري حرقان. انا عايزه اشرب من بدري مش عايزه عشان اتفرج. اشربي بقى اديلك كوبايه شاي. جميله الميه يا جماعه. تندلك تاني؟ لا انا مش ساقعه. مش احلى من الفسيخ. يا ولية سيبي مكان. الله حياتي عشقي. كلنا كلنا بنعشقه يا جماعه. قصة حب ما بتنتهيش. هو بياكل انت ما بياكلش نفسي؟ هو باكل الاثنين. انا مالك طلعيها بس البعض دلوقتي هوريكوا لوحة فنية. مش عارف اخد النهارده بناقص. مش عارف ابوس. مش لازم تبوسي كل البال كلوريت. مش عارف ابوس. عارفين يا جماعه الفسيخ ده ما يشربش مع ميه. ليه بقى؟ يعطش. المفروض تعمليه بعديه كوبايه شاي تقيله وبعدين تشربي ميه. ايوه بس للاسف في التحدي الموضوع غير. الحمد لله انا غيرهم خالص. هي ما تحبش الميه على الاكل اصلا. احكم هتخسر؟ بقول لك علي هنا شويه. ده يا قلبي ده احلى حته بقى.
على فكره انت لقمتك كانت كبيره ماشي ما تحكيش عليا لقمتي يعني ايه ما خدتش حاجه عن فيها والله ابدا صدقني ان انا بظلط حقوني انا نفه انا يا جماعه اخدت عظمة ها خلاص لا يا جماعه والله ما انت انا كنت بعافر يعني ايه انا الحمد لله انت عاقب انا موافق عاقب المره دي عاقب والمرات الجايه عاقب بص يا جماعة أقول لك طبعا هي حلوة في عصابة بس أنا الصبح عشان إحنا فايت الليلة الليلة أنا كنت هقول كده يلا بقى أخويا سماع سماع اللي بتنام سماح اللي بتسامح سماح اللي قلبها كبير عارفين سماح يا جماعة؟ يا جماعة أنا داخل التحدي ده عارف إن أنا خسران وهم متأكدين من كده بس انا عفرت وعشان انت تعبت وعشان انت عملت مجهود وكل واحد بياخد على قد مجهوده يا ابني فاحنا سامحناك يا ولدي ماشي كده يا جماعة كنا خلصنا الفيديو بتاعنا والفسيخ بتاعنا والخس بتاعنا والخيار بتاعنا والبصل بتاعنا والأرنوب بتاعنا عايزه بقى الزفره تروح من ايدك تغسلي ايدك بالليمونه دي بالليمونه الليمونه ومش ومش دي معلومه تقعدي بقى تعملي كده زفره نمرش كده حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته باي باي, باي.